أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أكد أن استمرار العدوان على غزة يعكس عجزا دوليا. كما ثمن أبو الغيط جميع المواقف الأفريقية التي انحازت للعدالة والقانون وحقوق الإنسان فيما يخص القضية الفلسطينية والحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل على سكان القطاع. إن هذه الحرب الوحشية تعكس عجزا دوليا عن وقف العدوان برغم قوة الرأي العالمي وارتفاع صوت الرفض لهذه الجرائم، ولكن الحرب من ناحية أخرى أيقظت صوت الجنوب ووحدت مواقف الدول المتضامنة مع الحق الفلسطيني والرافضة لاستمرار آخر استعمار باق على ظهر الأرض. إننا نثمن عاليا كافة المواقف الإفريقية التي عبرت عن الانحياز المبدئي لقيم العدالة والقانون وحقوق الإنسان، ونقول بوضوح أن هذه المواقف لابد أن تتواصل وتتعمق حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67. باعتبار ذلك هو الحل الوحيد العقلاني لإنهاء الصراع.